مرحبا بكم متابعينا الأوفياء. موضوعنا اليوم علامات الحمل بعد الولادة القيصرية. أعراض الحمل بعد الولادة القيصرية ستكون مألوفة لك، إلا أن بعضها قد يكون أقل حدة عما كان عليه بالحمل الأول. فقد تتساءل الكثير من النساء عما إذا كانت أعراض الحمل بعد الولادة القيصرية تختلف عن أعراض الحمل السابق، وتعتقد البعض أنه من الصعب حدوث حمل عقب الولادة القيصرية، إلا أنه قد يحدث تبويض حتى مع عدم نزول الدورة، وذلك نتيجة للتغيرات الهرمونية. تختلف أعراض الحمل بعد الولادة القيصرية من امرأة لأخرى، ويرجع السبب في هذا إلى التغيرات الهرمونية، إلا أن هناك بعض العلامات التي تعتبر شائعة الحدوث لدى أغلب النساء بعد الولادة القيصرية، ومنها الشعور بألم في الحوض. وهذا الألم في الغالب قد يكون تدريجياً مع تقدم فترة الحمل. كذلك الانزعاج من بعض الروائح يعد من الأعراض الشائعة لدى العديد من النساء بعد الولادة القيصرية، بالإضافة إلى شعور بحساسية بشكل واضح في منطقة الثدي. كما أن الأعراض الدالة على الحمل بعد الولادة القيصرية لا تتوقف على هذه العلامات فقط، بل أن هناك بعض النساء قد تعاني من انخفاض في مستويات السكر أو الضغط عن المعدلات الطبيعية. وفي حالة ظهور هذه الأعراض يجب على المرأة إجراء الفحص الطبي للتأكد من حدوث الحمل بالفعل. اختلفت الآراء حول إمكانية الحمل عقب إجراء العملية القيصرية، ولكن الرأي المتفق عليه هو أن الحمل مباشرة بعد الولادة القيصرية قد يتسبب في الكثير من الأضرار، حيث أنه يجب الانتظار لمدة لا تقل عن 6 أشهر حتى يمكن حدوث الحمل دون التعرض إلى أحد المضاعفات عن الحمل المتتالي السريع. كانفصال المشيمة عن الرحم لوجود جرح الولادة القيصرية والذي لم يكن قد التأم بعد. أيضا تعرض الجنين لتشوهات خلقية، وتعرض المرأة لبعض المضاعفات الصحية نظرا لأن جسمها لم يكن قد تأهل لكي يستقبل حملا جديد. لذا يظل اللجوء إلى وسائل منع الحمل هي الحل الأمثل لتفادي مشكلة الحمل الثاني بعد وقت قصير من العملية القيصرية.